مرض زي مرض الدرن ده عبارة عن مرض بكتيري معدي بتسببه بكتيريا اسمها بكتيريا الدرن. هي بكتيريا بتنتقل عن طريق الهواء من الشخص اللي بيكون مصاب بالدرن، وخاصة الدرن الرئوي، ولو خاصة كمان المصاب بتاعه إيجابي للميكروب، يعني الميكروب بيخرج مع الكحة أو مع المصاب، فبيبتدي الميكروب ينتقل إلى الشخص السليم فتحدث هنا عدوى وليس مرض. 90% أو 95% من الناس اللي بياخدوا العدوى من المرضى ممكن يصبح هذا الميكروب كامن في الجسم. ده دليل على إن الجهاز المناعي جهاز قوي، ربنا خلقه بالطريقة دي، بيقدر إنه يتغلب على الميكروب ويقدر الإنسان يتعايش مع الميكروب طول حياته. لكن الفئة الصغيرة اللي هي من 5 لـ10% اللي هم عندهم عوامل خطورة وبيكون عندهم الجهاز المناعي غير قادر على التغلب على الميكروب، دول يمكن اللي بتحدث فيهم الإصابة بالمرض أو بنسميه المرض النشط، اللي هو بتظهر أعراضه بقى في هيئة كحة ممكن تطول أكتر من 2 أو 3 أسابيع لو ما أخدش العلاج المناسب. ممكن يحصل عنده تعرق بالليل وارتفاع في درجة الحرارة، عنده فقدان للشهية وفقدان في الوزن، وعنده خمول أو ما بيقدرش يعمل مجهود كبير. لما بتظهر على الشخص ده أعراض مرض الدرن فبالتالي بيروح لأحد مراكز الأمراض الصدرية أو المستشفيات، بيتم تشخيصه عن طريق تحليل المصاب وعن طريق الكشف على الصدر بالأشعة، ولو طلع عنده درن في الحالة دي بيبتدي يطبق عليه البروتوكول العلاجي عن طريق أخذ 4 أدوية لمدة 2 شهر ثم دوايين لمدة 4 شهور، فمدة العلاج هنا 6 شهور. النجاح بتاع العلاج بيعدي 90%. أهم حاجة الاكتشاف المبكر للمرض، الالتزام المريض بأخذ الجرعات العلاجية بانتظام والمتابعة الجيدة مع الفريق الطبي. الحمد لله عندنا في مصر يمكن مرض الدرن من البرامج اللي محققة إنجازات كثيرة جدا في ارتفاع معدلات نجاح العلاج، وبالتالي انخفض معدلات الإصابة بعد ما كانت 15 حالة لكل 100,000 من السكان في 2015، أصبحنا أقل من 10 حالات لكل 100,000 من عدد السكان حاليا.